ثم بعد ذلك قيل له ثم قال مر وراء بكر فليسلم منا ثم قيل له ثم قال مر وراء بكر فليسلم منا ثم بعد ذلك إنما رآه وقد أقامه مقامه في حياته وجعله إماما وجعله نائما له في عهده وفي أصله. ثم بعد ذلك فتح الباب ورآه والناس يقتدون به فقال أبى الله يا أبى الله والمؤمنون يا أبى الله ولا العرش والمؤمنون على الفرش يا أبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر يا أبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر يا أبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فهذه المسألة يعني ثابتة من قدم. ثم بعد ذلك جاء للحكاية العداوة يعني هم أوجدوها العداوة بين هؤلاء الخصم وهم كانوا أصدق الأصدقاء وأخلص المخلصين ما بينهم. لذلك أنا أثبت في كتاب الأشياء وأهل البيت لأن علي رضي الله تعالى عنه زوج أهل بيته 14 بنتا أن علي رضي الله تعالى عنه أهل بيته أولاده زوجوا 14 بنتا 14 بنت من بني أمية من بني أمية لأن ابنة علي رضي الله تعالى عنه كانت متزوجة من ابن عثمان رضي الله تعالى عنه وحفيدة علي رضي الله تعالى عنه كانت متزوجة من حفيد عثمان رضي الله تعالى عنه وحفيدته الأخرى كانت متزوجة من ابن المروان المروان الذي الآن جعلوه غرضا وهدفا لكلامهم ولسبابهم وشطائرهم يذكرون في كتبهم لأن حفيدة علي رضي الله تعالى عنه من الحسن كانت متزوجة من ابن المروان فكانت بينهم علاقات علاقات ضد علاقات إخاء علاقات صداقة. اللهم إلا كان بعض الخلافات السياسية بين معاوية رضي الله تعالى عنه وبين علي فإلا لم يكن هناك خلافا في أصل الخلفاء الراشدين وعلي كان راضيا بخلافته فلذلك كان يمدهم ويمجدهم ويسمي أبناءهم وأبناء أبنائهم لأسمائهم وكان يعطيهم بناتهم وبنات أبنائهم لأبنائهم وأبناء أبنائهم. فهذه هي كانت علاقات الآن جعلوها كأنها عذابة وكأنها كان بينهم خلاف هم الذين عودوا بالخلاف. ثم بعد ذلك حينما نحن نتكلم يقولون لا هذا أثر لا ينبغي أن يكون هناك الخلاف. فأنا مثلتكم لكم بأن أتحدى أي شخص يكون أي شخص يكون يأتي لي بكتاب أي كتاب لا أقول كتاب في الحديث لا أقول كتاب في التاريخ لا أقول كتاب في الفقه لا أقول كتاب في التاريخ أنا أقول كتاب في الأدب كتاب في النهج كتاب في الصرف أي كتاب من القوم آتي به فأنا أوريكم في هذا الكتاب فيها طعن وفيها لعن وفيها سب وفيها شتائم لأصحاب رسول الله ولأزواج رسول الله وأمهات المؤمنين ولأتلاف هذه الأمة وأكابرها. ثم بعد ذلك يقولنا أنا نحن الذين لا نسب ولا نشتم لأننا نعد علي رضي الله تعالى عنه نجم من نجوم الأمة الإسلامية وبدرا من البدور التي أضاء العالم وهكذا أولاده يعني نحن نعدهم المؤمنين وأطلافنا وأكابر هذه الأمة نحن لا نتكلم فيهم. أما الذي يتكلم على أبي بكر وعمر وعثمان فنقول له الدجال والكذاب فلا يمكن لقوم أن يسكتنا عن هذا وأن يمنعنا لأنه لا نجد للكذاب اسم آخر. هل نستطيع أن نقول للكذاب بكل الاحترام يا أيها الرجل المحترم أنت كذاب؟ ماذا نقول له؟ الكذاب لا يقال له إلا الكذاب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كتب إليه مسلمة الكذاب ما قال؟ قال يعني لا أعترف بنبوتك. قال أنا أعترف بنبوتك وأنت تعترف بنبوتي. فالرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال من محمد رسول الله إلى مسلمة الكذاب. ولنا في رسول الله أسوة حسنة وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. أي الله لا يكون حتى سؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تتبعتم نشأة الدخول في أن الخلاف بالنص من أين لهم بهذا؟ أول من قالت منهم بهذا؟ يعني إذا كانت في تلك الكتب كانوا يعتقدون بأن الخلافة يعني شورية وأنها للمسلمين. من أين أتتهم القضية؟ يعني كيف أتتهم القضية بأن الخلافة بالنص؟ من أول من نص؟ هو عبد الله بن سبا. هم يذكرونه بأنفسهم بأن عبد الله بن سبا أول من قال بهذه المقالات. ثم بعد ذلك ردوا علي بردود وقالوا لا هذا ليس يعني عبد الله بن سبا وجوده وجود خيالي ووهمي وليس له وجود حقيقي. فالإخوة السامعين تأكلون وتسمعون
نعم. فلا أرضى بأن أتكلم ولا أكل، ثم بعد ذلك أنا يعني ممكن أن أصبر لا أكل وأتكلم وأنتم تسمعون، لكن لا أصبر بأنكم تأكلون ولا تسمعون وأنا أتكلم الحاصل. فعبد الله بن سبع، شكرا، عبد الله بن سبع يقولون بأن وجوده وهمي، ثم بعد ذلك ردوا علي بأنهم يقولون بأن أوجده السنة للطعن على الرافضة أو على الشيعة. فيقول واحد هنا ساكن في بلادكم، ساكن وكتب كتاب في 3 مجلدات، يقول بأن هذا من أين جاء؟ هذا الطبري أول من قال هذا، وهذا عبد الله بن سبا من المخلوقات أو من مختلقات القرن الثالث، القرن الرابع من الهجرة. فأنا قلت يا ابن الحلال أنت يعني نحن اضطررنا بأن نقرأ كتبنا وكتبكم، ثم بعد ذلك اضطررنا أن ندرس كتبنا وكتبكم، ثم بعد ذلك الآن تريدون أن تجبروننا بأن نعلمكم كتبكم. كان المفروض بأن نعلمكم كتبنا، لكن اضطررنا بأن نعلمكم كتبنا وكتبكم. أنتم تقولون بأنهم من مختلقات القرن الرابع من الهجرة، فأنا أثبت بفضل الله في كتابي الشيعة وأهل البيت، قل بأنه أنتم تقولون أول من كتب في الفرق من الشيعة هو النوبخت، وكان بيته يكتبون عنه في ترجمته، كان بيته مرتعا للشيعة، كان لأن داره كان مرتعا للشيعة، يعني كان رضاً للشيعة. فهذا النوبختي كان قبل القرن الرابع من الهجرة بقرن، قبل القرن الرابع من الهجرة بقرن، هو من مواليد القرن الثاني، بداية القرن الثالث، فماذا قبل أن تطلع القرن الرابع؟ فهذا يذكر في كتابه فرق الشيعة، هو شيعي وكان داره مرتعا للشيعة، وهو مات قبل أن يطلع الشمس القرن الرابع. هو يقول لأنه مات في السنة 270 كما يقولون عنه، هو يذكر في كتابه فرق الشيعة بأن عبد الله بن سبا أول من قال بالوصاية والإمامة، وقال أن عليا وصي رسول الله كما كان يوشع بن نون وصيا لموسى، وهو أول من قال بهذا القول. ما يقول النوبختي في كتابه، والله أنا ما أقول بأنه كتب، أنا أقول الله أجبره بأن يكتب حتى يترك للأجيال القادمة أو الأجيال التي تأتي بأن يثبتون من فمهم يدينهم. فهو يقول ولذلك قيل أن أصل الرشد مأخوذ من اليهودي، هذا قاله في كتابه. وقبل ذلك وليس فقط النوبختي، قبل ذلك كتاب الغارات للثقفي، هذا مواليد من القرن الثامن، من القرن الثاني، من مواليد القرن الثاني، هو يقول في كتابه بأن مصر حينما ولاه علي، أن مصر حينما ولى عليه علي رضي الله تعالى عنه محمد بن أبي بكر، فكتب إليه الناس ماذا تقول في أبي بكر وعمر، ماذا تقول في أبي بكر وعمر، وكان من الذين طالبوه أن يصرح بالقول فلان وفلان وفلان وفلان، وعمر بن الجبور من قتلة عثمان رضي الله تعالى عنه. يقول وكان منهم الذين سألوه وعلحوا عليه بالسؤال عبد الله بن سلام، يقول هذا الثقفي في كتابه الغارات، ويكتب عليه المعلق والأعضاء بزرق التهراني في كتابه الزرية، والمحسن الأمين في كتابه أعيان الشيعة، يكتب بأنه الكتاب الغارات هو مرجع ومصدر أساسي للأصول الأربعة الشيعية. مثلا أنتم تعرفون أن عندنا الشيعة الأصول الأربعة كما عندنا الصحيح الستة، البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه أو برواية أخرى موتى، فعندهم الأصول الأربعة، الكافي للكليني والاستبصار والتهذيب للطوسي، ومن لا يحذر الفقيه لابن باب الله الكلي، هذه الأصول الأربعة. فيقول أبا بزرق الطيراني ومسلم الأمين في أيان الشيعة وكل كتب رجالية يكتبون عنه، يقولون بأن الثقفي وكتابه الغارات كان مصدرا لهذه الأصول الأربعة، يعني هو الأصل. فهذا الثقفي يقول ينص في كتابه بأن الذين ألحوا على علي رضي الله تعالى عنه بالسؤال أن يجيب عليه بماذا يعتقد في أبي بكر، يقول ماذا يعتقد في أبي بكر وعمر، يقول بأنه كان فيهم عمرو بن الجبور، وكان فيهم وفيهم عمرو بن الجبور من قتلة عثمان، وكان فيهم عبد الله بن سلام، فأثبت وجوده الثقفي وهو من مواليد القرن الثاني. فكيف يقولون بأنه مختلف القرن الرابع من الهجرة؟ ثم بعد ذلك ما دمنا ذكرنا الغارات وهذا السؤال، أريد أن أذكر أيضا بأن علي رضي الله تعالى عنه ماذا كان يظن وماذا كان يعتقد فيهما. فيقول أما أبا بكر، أنتم سألتموني سؤال، فأما أبا بكر كان والله رجلا صالحا، كان والله
رجلا صالحا فانهال عليه المسلمون فانسال عليه المسلمون كانسيال التراب. يعني المسلمون اجفلوا عليه واسروا ولم يتركوا هذا، يعني لم يلتفتوا الى هذا الانسيال. يعني طبعا معناه حينما ينهدم يعني التراب الكومة من التراب فينزل التراب مرة واحدة فيقول انسال عليه المسلمون. ثم بعد ذلك يقول اما عمر فكان ميمونا نقيبا، فكان ميمونا نقيبا اي ميمونا سريرا ميمونا نقيبا، وكان ذا حز ظافر، وكان ممدوح السلاح، وكان مظفرا. يقول علي رضي الله تعالى عنه كما ينقل عنه الشيعي المتقدم الثقفي في كتابه الغارات، يقول كان مظفرا ناجحا ميمونا وكان طيب النفس، يعني يمتعه مدحا بالغا. فهذا اذا يدل بان علي رضي الله تعالى عنه كان يعتقد فيهما الخير، وكان يؤمن بانهما من عباد الله من عباد الله الصالحين المقربين الى الله عز وجل، وهما افضل هذه الامه بعد رسول الله، افضل هذه الامه طبعا يعني من خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا عبد الله بن سبا هو الذي افضل من قال بهذا الكلام، ومعنى هو ان اليهوديه هي افضل من قالت بهذه الكلمات. كان يعني تتبع القضيه في كتاباتهم ايضا، الذين تعاقبوا على الأخذ بما بثه عبد الله بن سبأ فيهم، نعم، وبنوا عليه بعد ذلك، وبالطبع خالفوا ما هو عليه الأئمة، نعم، فهمتهم من تردي سابقا والخطر بإمامته وخطر بموت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني حتى يتضح يعني المسارين في الفكر الشيعي، مسار القول بأن الأئمة المنصوص عليهم، نعم، ومسار القول بأن خلافة الصديق وخلافة عمر وخلافة الخلفاء. يعني لا، أما الشيعة فعندهم منهج واحد بأن الخلافة منصوصة، أما أهل البيت لا يظنون هذا، لا يعتقدون هذا. أهل البيت هؤلاء يكسبون على أهل البيت لأنهم قالوا بأن الإمامة والخلافة منصوصة، أما الشيعة كلهم يعني ليس مما كذبوا على أهل البيت هو هذا الذي قالوا بالنص، هذا هو الذي يقول أيه. لأنهم يكذبون عليهم لأنهم قالوا هذا، هم بريئون براء من هذا. احنا ما اختلفنا أنهم براء من هذا، لكن هم يعني كذبوا على أئمة أهل البيت بأنهم قالوا أن الإمام المنصور، لا هذا. وقد نقلت نقول أيضا عن أهل البيت بأنه ليست القضية قضية، وإنما القضية لو قال من غير الله لوجدوا في اختلاف، قضية مشهورة، لأن الكليني فكلهم ضبطوا أبواب خاصة لأن الإمام والخلافة يكون منسوب بالإشارة منه. القضية يعني تحتاج يعني كيف يردون على مثل وجود هذه الأخبار المتناقضة في الكتب، ثم يقولون بأن هذا الكلام الآن إنما أولا كما تعرفون بأن هذه الأشياء كانت خافية لأنهم كانوا يجعلون التقية شعارا وما كانوا يطمعون للمسلمين لأنهم يقرؤون كتبهم، كانوا أولا يكتمون الكتب. الآن يعني بعدما رأوا أن المسلمين مغفلين يعني غفلوا يعني عن الحفظ على الأسرار، فلذلك وجد الأمة الإسلامية وخاصة فقهاؤها والفاهمون منها فاستولوا على هذه الكتب. يعني حصلوا الآن لو أنت أردت أن تأخذ إلى كتابا من أمهات الكتب لا يؤتونه لأنهم أدركوا تدارك الأمر، وهذا التدارك مثل تداركهم في عقيدتهم في القرآن، لأن الشيعة الأولين يعني الشيعة المتقدمين كلهم من قاطبة من فكرة أبيهم يعتقدون بأن القرآن مهرف ومغين، لا يوجد منهم رجل واحد، لا أستطيع منهم واحد، وأنا أتحدى شيعة العالم كله، وأنا أقول للإخوة قولوا لأي عالم شيعي أثبت من كتبك من المتقدمين بأن شيعيا باهبا كان يعتقد بهذا القرآن أو لم يكن يعتقد بالتحريف في القرآن، فهمتم قصدي؟ ثم بعد ذلك هذا كلام هام يعني ينبغي أن يفهم لأنه الآن العامة من الشيعة لا نعتقد بهذا القرآن، لا أنتم تعتقدون أنتم لا تقرؤون هذا القرآن، اعتقادكم يعني أنتم رميتموه، لكن هل عقيدتكم بهذا القرآن موجود؟ يقولون والله عقيدتنا هذا القرآن، قولوا لهم بأنكم أثبتوا من شخص واحد، أثبتوا شخصا واحدا لأنه لم يقل بالتحريف في القرآن، أو بأكثر ذلك أثبتوا رواية واحدة من الأئمة الاثني عشر، رواية واحدة
تثبت بأن هذا القرآن الموجود بين الدفة بين الدفتين بل موجود في أيدي الناس هذا محفوظ ومتقون من التحريف والتغيير رواية واحدة لا يستطيع أن يجيبها. لكنه في القرن الخامس من الهجرة تدارك الأمر تداركوا بأن الناس الآن يبغزونهم ويحقدونهم ويتنفرون منهم ويحقرونهم لإنكارهم القرآن. فطلع منهم أبا الواحد هو ابن بروي القمي فتزاهر لاحظ التاريخ تزاهر بأدم الإنكار بأدم التحريف تزاهر ما أقول بأنه قال بأدم التحريف تزاهر تقبل بأنه لا يعتقد التحريف في القرآن كان هو الأول وأنا أقول لما أقول وتزاهر. ثم تلاه الآخر وهو شريف ربي وثم بعد ذلك الطوسي ثم بعد ذلك صاحب مجمع البيان الطبري. هؤلاء الأربعة في القرنين في الخامس والسادس لا يوجد لهم لا يوجد لهم الخامس. هؤلاء الأربعة تزاهروا بالإنكار تزاهروا يعني لم يعتقدوا بأن القرآن غير مرغوب لكن تزاهروا لهجوم المسلمين عليهم. ثم حينما تزاهروا فبدأ الناس يلزمونهم بالقرآن يقولون أنكم تقولون أن الإمامة والولاية والوصاية هذا من أركان الإسلام فكل أركان الإسلام موجودة في القرآن أين هذا الكلام موجود في القرآن فهذا معناه بأنكم اخترعتموه أنكم اخترعتموه. ثم بعد ذلك رجعوا يعني تركوا التزاهر ورجعوا إلى القول بأنه القرآن غير موجود القرآن موجود محرف ومغير فيه. أين الموجود؟ يقولون الموجود عند الغائب. فأنا أقول إمامهم معدوم وقرآنهم معدوم وإن شاء الله هؤلاء سيكونون معدومين إن شاء الله. فهؤلاء يقولون أن الإمام معدوم الإمام دخل في السرداب وكل يوم ينادون يا إمام أخرج نحن ظلمنا طهرنا ظلمنا كيف يخرج الذي لم يولد إن حجمي كان كبيرا واللباس العادي لم يكن يأتي إلي وإلا أخذت منه المشلها وهذا الثوب ودخلت في السرداب ثم بعد ذلك أخرجت وقلت أنا للمهدي يلا خرجت بعد ندبتكم كل يوم تنادون يلا خرجت يا ما تريدون. الأصل هؤلاء يقولون بأن القرآن الأصلي موجود عنده والثلث القرآن موجود عنده الباقي الثلث وكلها محرفة ومغيرة الموجود أيضا محرف. يقول يوم يعز الظالم على يديه أي يوم يعز الظالم يوم يعز الظالم الثاني أي يوم يعز الظالم يوم يعز الظالم الثاني على يديه. يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول يا ليتني اتخذت أبا بكر مع الرسول يقول نزل في القرآن. فأنا مثلت الكثير وخاصة في كتاب الشيعة والسنة إذن وهذا الكتاب خصيصا الذي كتبت الشيعة والقرآن. فالقصد بأنهم أيضا تركوا التزاهر لأنهم عرفوا بأنهم لو قالوا بأننا نعتقد بهذا القرآن يهدم بنيان مذهبهم. وأما القول الذي قلت بأنهم تزاهروا لأن ابن باز لا ينقمني والرضي والطوسي والطبرقي أيضا نقلوا في كتبهم أحاديث واستدلوا بها التي تثبت بأن القرآن محرف ومغير فيه. لو كانوا معتقدين وكانوا قائلين بهذا القول عن عقيدتهم لما أوردوا هذه الروايات التي تنبي وتصرح في التحريف في القرآن. فهمتم يا خسري؟ يعني لو أنا أعتقد بأن هذا القميص غير مخرف فالإسلام متعارف معنى هذا بأن يتزاهر للناس لأنه مخروق من خلف لكن أنا جالس هكذا وأتزاهر بأنها قليل فهكذا تزاهروا. وإلا في كتبهم أنفسهم أنا أوردت 60 رواية من هؤلاء القوم 60 رواية بأنهم قالوا بالتحريف في القرآن واستدلوا بهذه الأحاديث الحاصل. فأنا أقول بأنهم يتزاهرون بهذه الأقوال لا يعتقدون بها بل يتزاهرون هذا بعضهم القديم. تكلم عن الجفر نعم عن الجفر أنا الجفر يقولون بأنه مصطفى فاطمة وجفر و أخبار والجامعة الجفر ما هو جفر؟ هم يقولون أنه عيبة يعني ضياع ضياع العلم فيها علم ما كان وما يكون يقول الملحين والآخرين وأسماء الشيعة. فأنا أقول إن شاء الله الشيعة قليلون لأنهم كلهم أسماءهم دخلوا في إناء واحد إن شاء الله قليلون. هل هذا الكتاب وجود يعني؟ أنا والله ما التقيت بمهديه ما تأثله إن شاء الله إنه ألتقيه أثره هو الموجود. كاتب عنه قليلا محمد الشيخ محمد الظهري رحمه الله في كتاب لا هم يا شيخ أكلم يقولنا بأنه غائب هذه كل الأشياء غائب على الجفر ظهور كتاب كذا يعني نعم أن الإمام المهدي لا هو كان يقولون لكنه غائب أيضا بعض الصور موجودة بعض الصور لمصطفهم موجودة. فالشيخ محب الدين خطيب رحمه الله مثل لهذه الصور سورة واحدة سورة البداية فرد عليه لطف الله الصافي
بكل الشدة الموجودة كل كذا لبا ظن بأنه مات ومات العلم بموته. فقال بأنه من يجيب على هذا؟ ثم بعد ذلك أنا ذكرت في كتابي الشيعة والسنة بأن هذا التهجم لا يجوز، الهجوم لا يجوز، أنك تريد لأنه كذاب أحيانا يريد أن يصدق كذبه بالقوة والشدة، يقول لا لا، والناس الذي يسمع يقول بأن هذا الثقة بهذا اليقين يقول يمكن غلط، فبهذا الثقة بهذا يعني شدة لا هذا كذاب وكذب. ثم أثبت بأن هذا السورة موجودة. ثم بعد ذلك رد علي بكتاب آخر صوت الحق ودعوة الحق وصوت صوت الصدق ودعوة الحق. فأنا قلت ينبغي أن يكون اسم هذا الكتاب صوت الباطل ودعوة صوت الكذب ودعوة الباطل، يعني كتب هذا الكتاب ردا علي. فيقول شوف أن الخطيب كان كذابا وهذا الباكستاني أكل البهارات أكل الفلفل وبدأ يرتب علينا يعني يكذب الباكستاني. فقلت له ما كل من يأكل الفلفل يركب، لكنه يركب الذي يكون عنده هيرة دينية. فأنا قلت أن الخطيب لم يكن كاذبا ولا يكون لديه كاذبا، فأنا كبرت الصفحة بفضل الله فقلت يا أيها الكذوب أنت كنت تظن بأني أنقل من الآخرين ولا يوجد عندي كتاب. فأنا كبرت حتى يعني يعرف بأنه الحق موجود بفضل الله، كبرت هذه الصورة يعني كبرت الصفحة الكاملة. فهذه هي الصورة يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنورين أنزلناهما يطلوان عليكم آياتي ويهذرانكم عذاب يوم الدين نوران بعضهما من بعض وعن السبيل الأليم إن الذين يؤمنون ورسوله في آيات لهم جنات النعيم والذين كفروا من بعد ما آمنوا بنقضهم ميثاقهم وما عاهدهم الرسول عليه يقذفون في الجحيم ظلموا أنفسهم وعصوا لوصي الرسول أولئك يسقون من حميم إن الذي نمر السماوات والأرض بما شاء واتقى من الملائكة وجعل من المؤمنين أولئك في خلقه يقل الله ما يشاء لا إله إلا والله أنا عاجبيا لكن أنا أستطيع أن أسمي سورة أحسن من هذا. فهذا سورة المكتوبة يعني على الله. فهذا القرآن يعني لو كان هذا القرآن والله الله لم يتحدى البشر والجن، لو كان الله يريد أن ينزل القرآن مثل هذا لما تحدى العالم، لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثل ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة. أنا أقول مثل هذا القرآن أنا ظهري ظهير ظهري يكفي يعني أن يسريها ولو لا يجتمع المسلمون والإنس والجن. هذا هو حديث يعني يقول أن الشيعة أو حكام إيران الحاليين ليسوا بشيعة متعصبين وإنما هم معتدلون ويختلفون على أن الشيعة السابقة، فكيف نرد على هذا؟ بارك الله فيكم. هذا سؤال وجيه أنا أذل لأنه من الأسئلة المهمة وينبغي أن ينتبه لها أو ينتبه لها كل مسلم. هؤلاء يكذبون على الناس ويريدون أن يخدعوهم ويوقعوهم في هبائلهم وفخهم ويقولون بأن شيئة اليوم غير شيئة الأمس. نحن نقول طيب أنا نحن قبل أن نثبت بأنكم شيئة الأمس ولستم بشيئة اليوم أنتم لكن نقول تنازلنا واعترفنا بأنكم شيئة اليوم اختلفتم من الشيئة الآخرين سبحان الله العظيم ونحن نتنازل ونسلم. فاحرقوا هذه الكتب التي تخالف عقيدتكم حتى نعرف لأنكم لستم بشيئة الأمس، لأنكم ما دمتم جعلتم عقيدتكم في كتب الأمس ما هذا بأنكم شيئة الأمس. لو أنتم تريدون أن تكونوا شيئة اليوم فأتوا إلينا بكتب اليوم حتى نعرف بأنكم لا تعتقدوا. فاحرقوا هذه الكتب لأني أنا أتذكر بأنه أول عام عندما طلعت الثورة في إيران ذهب عبد الله الشيرازي أنتم تعرف تسمعون عنه آية الله آية الله أنا ما سمعت بهذا. أنا كنت بعد ما سمعت آية الله هذا أنا ما لم أسمع بهذا أبدا في تاريخ الإسلامي بأن هناك واحد آية الله. إن كانوا هؤلاء آية الله فأنا قرآن الله يعني هكذا يفخمون بالألقاب يعني آية الله إيش هذا آية الله. وواحد يكون شرطاري يقول أنا سورة الله وواحد يقول أنا جزء الله يعني طبعا يعني هذا كلام يعني كلام كلها صفاحة يعني آية الله إيش آية الله. نحن سمعنا بأن شخص عالم علامة فقيه محدث لكن هذا كل شيء جديد لهم. الحاصل هؤلاء واحد آية الله من آيات الله الكثيرين المرميين ذهب إلى السعودية وأنا جالس عند الشيخ بن باز
وأنا كنت مريض من قبل الإفتاء في الحج، فجاء قال يا شيخ نحن نريد الاتحاد والوحدة والاتفاق، سبحان الله وبرامين حتى ويقرؤون هكذا حتى لا يعرف أخطاءتهم، يعني لأنهم لا يستطيعون أن يجيدوا القرآن، يقول الله ما يدرى بأنهم ماذا يقرؤون العاقل. فقال يا شيخ ينبغي الاتحاد والوحدة والاتفاق. الشيخ بن باز جزاه الله خير قال ينبغي أن يكون هذا. في ذلك بدأ يضغط علي، يعني لا تتكلم له لأنه يعرف أنا لا أستطيع أن أفكر، يعني عادتي أنا لا أتكلم، شوفوا أنتم كلكم جالسون ساكتين وأنا أتكلم، هذا عادتي يعني. فالشيخ يعرف جزاه الله خيرا أنه لا يسكت، بدأ يضغط. طيب يا شيخ أنا أقول له لا تضغط يا شيخ أنا لا أتكلم. الحاصل هو قال ينبغي يا شيخ يرفع الخلافة. الشيخ قال طيب، قال هذا نذر من جيبه كتابان، كتابي الشيعة والسنة وكتاب الخطوط العريضة لمحب الدين. يعرفك ولا لا يعرف؟ لا ما يعرفني. لا كل من لم يشوفني لم يعرفني، يظنونني بأني شيبة أمشي على هذا أتبكى على النكازة. الحاصل هم لا يعرفون بأني أتقي ولا السيف بفضل الله. الحاصل هم قالوا بأن هذا باحث باكستاني وباحث هذا مصري بكل حقارة. فيقول أحرق هذا الكتاب يا شيخ، ولا ينبغي للسعودية أن يودي هذا. الشيخ بدأ أراد أن يتكلم، أنا قلت الشيخ هذا ينبغي أن يحرق هذا الكتاب، قلت يعني ما استطعت أن أسكت، قلت الشيخ ينبغي أن يحرق هذا الكتاب. الشيعة والسنة والخطوط جزاك الله خير، جزاك الله خير. هذا يقول يعني شيراز لأنه ما كان عشرين نفر، جزاك الله خير جزاك الله خير. قلت والله هذا لا ينبغي أن يكون هناك كتب تنبي عن الخلاف، يحرق هذا الكتاب كلها. فالشيخ يعني اتلك شيء شو يقول ظن بأنه خاف أو ارتعد أو شيء من هذا. فقلت له بس أنا أريد أن أسألكم سؤال. قالوا ليش؟ إيش؟ إيش في؟ جزاك الله أنت قديم طيب، أنت طيب جيد. قلت يلا امدحوا شوية زايد يعني حتى يكون كل الوزن والوزن. فقالوا ما شاء الله. قلت والله هذا ينبغي أن لا يحرق، جزال يمتح كلها. قال جزاك الله طيب، هذا طيب، هذا طيب. قلت طيب، قلت لكن هذا من اين نقل هذا الاشياء؟ الشيخ هذا خلينا من الكتب القديم. قلت والله هذا كتب قديمة كل حاجة ما يضحك، هذه الكتب التي تنبي عن الخلاف.
ويوقع في الحفرة. فأنا استدرجته فإنما بقى قال يا شيخ هذا هندي إذن أظنه هذا من سلالة إحسان العين زهير هذا. قلت له هذا أبوه هذا أبوه. قلت لا أعرف هذا أبوه. شيخ سر يعني انشرح صدره الشيخ قال بارك الله فيك يا شيخ معلش. ثم بعد ذلك حينما ذهبوا قلت شيخ شوف انا اهدك بالله اتكلم انا لا اتكلم ما تكلمت انا سكت بس يعني انا ما تكلمت انا شيخ قال لا تكلم قلت شيخ اي ما اتكلم في المدينه لا في مكه في الحج. طيب شيخ سؤال جزاك الله خير كل صلاه في الجماعه المجاهره في الانخلاف بين السنه والشيعه يعني هذا تفيد هذا الشيء مثلا؟ أنا لا أؤيد أن يجاهر، أنا أؤيد بأن يكون تنوير الرأي أو تنوير المسلمين السنة بعقائدهم وعقائد الكون حتى لا يخدعوا. أنا لا أقول كل التنوير تستعملها هي يعني اسمعي إسارة الموضوع يعني لا إسارة الموضوع يعني شو معنى في إسارة الموضوع؟ الكلام ينبغي أن يكون الخطبة التي ألقيته أنا أريد أن يكون هناك يجتمع مئات الألوف وأنا ألقي هذا الخطاب هذا ينبغي فرض فرض عيني. هم راح يردوا عليك؟ نعم على نفس المستوى راح يردوا عليك؟ خلاص يردون ونحن نرد عليهم ويصير خلاف يعني؟ لا فليكن الخلاف لأن لا اسمع لي الخلاف ينتهي لأنه بالردود بالبحث والمناقشة الخلاف ينتهي إما أن يثبتون بأني قلت غلطا خطأ إما أن يقول أنك قال صحيحا لا بد من سنتين إما الموت وإما الحرب لا ينتهي الخلاف. بس ما شيخ أما عندهم هي هذه كما تعرف طبعا عقيدة يعني متمكنة منهم لا والله ما متمكنة أنا لا أريد أن أملها نفسي لكن عندي خطاب موجود في شنطتي هنا أنا والله لا أعرف الناس على الأقل 1000 خطاب وصلني من الكويت وأنا لا أعرف يعني قبل ذلك اليوم يعني وجها لوجه الا اخ طارق وايش ثلاثه من الاربعه الاخ يعني اليوم شفته بعد 20 سنه جزاكم الله خير لا اعرفكم لكنه 1000 خطاب الذين لا اعرفهم خطاب وصلوا ومنها خطاب من الشيعه يقولون نحن 18 بيت مش 18 نفر 18 بيت اعطانا بعض شخص كتابه الشيعه والسنه فاسلمنا بعدما قرانا هذا الكتاب هذا لا ينبغي أن يعتقد أنا بفضل الله ومنه وتوفيقه لا أريد إلا أن أتحدث بنعمة ربي يعني بخطباتي في باكستان أسلم أكثر من 1000 شخص يعني تركوا التشيع ماذا في نقطة أخي مهمة إخفاء هذا الأمر يعني مثلا الآن أمور ثم بعد ذلك يا شيخ أنت مثلا جرب نفسك جرب أنت أنا أقول لك أعدت في ذمتك طبعا أنت تسكن هنا ولا بد أن يكون من أهل معارفك الشيعة لا بد أن يكون من أصدقائي الشيعة يعني من أصدقائي معناه من معارفي اسأله هل أبو بكر وعمر وعثمان مسلمين أم غير مسلمين يقول لك غير مسلمين لأنهم عندهم كلام لأنهم يقولون أن الصحابة كلهم ارتدوا إلا 3 اسمعوا ثم بعد ذلك كيف هؤلاء الناس يعني كيف نسكت عنهم الذين يقولون بأن ارتد كل الناس بعد وفاة رسول الله ارتد الصحابة كلهم إلا 3 ثم بعد ذلك من شدة بغضهم لأبي بكر وعمر وعثمان اختلقوا هذه الأحاديث ولم يدروا بأنهم لم يكفروا أبا بكر وعمر وعثمان بل كفروا أهل البيت أيضا لأنهم من هؤلاء 3 قالوا سلمان ومقدان وأبو زمان أين ذهب علي؟ أين ذهبت فاطمة؟ أين ذهب الحسنان؟ أين ذهب عباس؟ ينصون وهذه الرواية متواترة عندهم لا يخلو كتاب من كتب الكون من هذه الرواية يقولون أن الصحابة كلهم ارتدوا إلا 3 سلمان ومقداد وأبو ذر طيب تسألهم يسبون تقول لهم فقط هذه الكلمة اليوم تأخذها مني بأن عليا سمى أبناءه بأبي بكر وعمر وعثمان وأن الحسن سألهم شوف كيف يكون موقفه ينكر يقول كذاب هذا كذب قل له هات نذهب إلى مكتبتكم نأخذ الكتاب من مكتبتكم أنتم وكتاب من كتبكم فنشوف هل فيها هذا الاسم أنا سمعته من شخص وأنا أيضا كنت مرتبكا شوف كيف يكون الموقف ينبغي أن يغفر ما يستطيعون أن يردوا أصلا هو تخاذلنا كما قلت
تخاذلنا نحن جراءهم. ثم بعد ذلك أي الشيخ لا لو لا ندعو إلى الكتاب والسنة. ما معنى كتاب والسنة؟ معنى من يكفر بالتاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك. الله بدأ بالخلاف لم يبدأ بالاتفاق، بدأ بالخلاف. قال من يكفر، ولذلك قال لا إله، بدأ بالنفي لم يبدأ بالإثبات. قال من يكفر بالتاغوت ويؤمن بالله لا إله إلا الله، هذا ما قاله الله عز وجل. ثم بعد ذلك نحن نقول من يؤمن بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم هو مؤمن حقا، هذا ينبغي أن نذهب. فهذا إن يصير الخلاف فليكن الخلاف، ما همنا الخلاف، لأنه ليست عهدتنا بأن نحمل وزر الاتحاد والاتفاق. هم يا شيخ أنا أقول لك شيئا، هل لو أحد شتم أمي أو أمنا هل نحن نرضى بأن نسكت؟ فكيف من يشتم أم المؤمنين بنفس القرآن؟ كيف نحن نسكت؟ أنا إن كنا حلاليين، إن كنا أبناء أم حلالية لا نسكت عليها. أنا أرى بأنه من الواجب عليكم بأنكم تركزون، تجتهدون، تحاولون بكل ما تملكون من الوسائل والقدرة بأن تردوا هذا السيل الآرم. والله ثم والله ثم والله أنا أقول هذا وأقول، يقوله رجل مجرب وخبير، لولا أنتم وقفتم وقفة الأبدال في وجوه هؤلاء لا يكتسحون هذه البلاد، ولا يكون اسم الصحابي، يعني ما يمكن لمسلم أن يذكر صحابيا ويرتبه برضي الله تعالى عنه. هذه سمحنا وسكوتنا جراهم وسار المسلمون يخدعون. الآن كما ذكرت في أول الكلام بيوت المسلمين يملأ من كتبهم ونحن لا نجد قوة الإمكانية نرد عليهم. فعليكم يعني على ذمتكم وعهدتكم بأن تعملوا ما تستطيعون. ثم بعد ذلك إيش الفرقة؟ أنا قلت مثلت الله يقول ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. ثم بعد ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام إذ قيل له أنت تفرق بين الأب والأب الأب الأم والبنت، تعال نتحد ونتفق. فالله قال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لا أنتم عابدون ما أعبد، لا أنا عابد ما عبدتم، لا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم عليه، روحوا في الجحيم لا نستطيع أن نسلك مسلككم. هذا هو القرآن وهذا هو سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. الشيخ حبيبي تكلم.